خلفت المبادرات التي أطلقتها حركة مجتمع سل مؤخرا تراشقا إعلاميا بين حزبي جيل جديد وحمص، آخرها المنشور شديد اللهجة الذي أطلقه القيادي في حركة الراحل محفوظ نحناح ناصر حمددوش عبر الفيسبوك. المزيد عن هذه القضية مع طاهر بنزين. لا تزال تداعيات اللقاءات التي جمعت حركة مجتمع السلم بأحزاب الموالاة في إطار مبادرة التوافق الوطني تثير الجدل في أوساط المعارضة بدخول حمص وجيل جديد في سجال سياسي، سجال انطلقت شرارته باتهام جلال سفيان لعبد الرزاق مقري بمحاولة العودة لأحضان الحكومة. حمص وعبر عضوها في المكتب التنفيذي ناصر حمددوش قصفت جلال سفيان بالثقيل عبر منشور له على الفيسبوك واصفا إياه بالفاشل سياسيا. هي أولى شرارات السجالات السياسية تنطلق بين حمص وجيل جديد مع اقتراب موعد رئاسيات 2019، ما قد يعمق الشرخ الموجود وسط أحزاب المعارضة أكثر من أي وقت مضى.